السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديوهات حماسيه، غادي نشارك معكم بزاف ديال التدابير في هذا الفيديو. هذا مهم بزاف وغادي نحتاجوهم، وغادي نجاوب الاخت اللي سولتني على السداري ديالها تسوس ليها كيفاش تحافظوا على الخشب ديالكم من التسوس، واخا تكون فيه ديك التونيه اللي كتاكل الخشب كيفاش تعالجوه. هذا الشيء كله غادي نديروه ان شاء الله في هذا الفيديو. هذا بقوا معي حتى الاخير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمجمد صافي، هنا مرون المجمد، هذه مده ما نظمته من قبل العيد الكبير، وبغيت دابا نحيد منه شي حوايج، يعني ما بقاوش صالحين، صافي بقاو مده طويله ما استعملتهمش. وايضا غادي نحيد شي حوايج اللي صافي بغيت نستعملهم دابا، نهبطهم للثلاجه، وغادي نحيد ليه هذا الثلج، هذا نخويه كله، ونشارك معكم الحيله اللي كندير باش ما يتعطلش الثلج فيه، وتبقى لينا هاد الاشياء هذه اللي محطوطه فوق البوطاج واحد المده طويله، خصها ما ديكونجلاش، تبقى جامده ونردوها عاوتاني نستعملوها. ان شاء الله غادي تبقاو معايا حتى الاخر، لان اي اخت عندها هضره الصباح بكري البنات، والخبز انا كنطيبو. اي اخت عندها مجمد وكيعجبكم الافكار هكا ديالي نشاركهم معكم، ما عليكم الا تنظفوا حتى نتوما المجمد وتوجدوه، لان غادي نديرو ان شاء الله واحد الطريقه جديده عاوتاني في تنظيم الوقت. ما بقاوش هكا كنضيعوا وقتنا في الفراغ وشي حاجه اللي ما كتعودش علينا بالنفع. مثلا السيده اللي خدامه سواء في الدار او برا ديال الدار، او يعني موظفه ولا، المهم كيفاش ننظموا الوقت. بحال انا يعني كنخدم لي كوموند، كنشدهم ديال الطياب وديال الحلويات، وايضا اليوتيوب كتعرفوا التصوير راه كيدي مده طويله مع المونتاج مع داكشي اللي بغيت نصور معاكم، ضروري خص واحد الجهاد وننظموا الوقت باش هكا ما نهملوش عفوا وليداتنا، ونهملو عاوتاني الحياه ديالنا اليوميه. ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كننظم وقتي في الموسم الدراسي دائما، باش وايضا كنمشي للصال ملي كتبدا عاوتاني في شهر 9، يعني حتى هي راه كتكون بروغرام ما خصناش هكا نغفلوا عليها. هادشي كله خصنا واحد المجهود واحد التنظيم باش يلا ان شاء الله يكون نقضيو الوقت ونستغلوا اي دقيقه من الوقت ديالنا. هادشي كله اللي حطيت فوق الطبله، غادي البعض منه غادي ينزلوا المجمد لتحت، اولا الثلاجه الفريغو ديال الثلاجه، وهذه الثومه البنات اللي كنت واحد الوقت صوبت معكم بحالها، ولكن ملي كتسالى كنعاود نصوبها، وكنصوب المركز ديال الحار، هذا راه غير اوني ديال التصبيق ديال غسيل الماء نحيدته من هنايا. بالنسبه لهذا الليمون هذا هذا الحامض هذا كنغسل به الدجاج، راه كاينه معاه الثومه. هذه الشحمه الجمله البنات كاينه عندي، يعني صالحه كتبقى عندي في المجمد. وهذا داك الصابلي اللي بقى من الكوموند اللي تقريبا هنا واحد 2 كيلو، خصني نزينها ونخليها للدار. صافي الخبز هنا طيبته، والمجمد ديالي غادي نوريكم الطريقه كيفاش باش يتنظف بسرعه، يعني ما يبقاش حتى تذوب لينا هذوك الاشياء. الفيديو ديال اليوم كما قلت لكم هو راه غير حماسي هكا باش نوجدوا الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله. درت ليه الحيله اللي كنت شاركت معكم بزاف ديال المرات، حطيت فيه واحد الماء سخون، شوفوا البخار ديال الماء سخون هكا كيساعد باش دغيا يذوب، والحوايج اللي بغيت نرجعهم للفريغو راه كيرجعوا بسرعه، ما غاديش يبان لكم لان البخار ديال داك الماء اللي كيكون غليان كتبقى هذه احسن. واحد القرعه ديال الكونفيتير ما حيدتهاش، كما قلت لكم كتبقى هذه اسهل طريقه باش غادي تحيدوا الثلج بلا ما تعطلوا ويدي لكم الوقت. غادي نزيد نسدو باش هكا بسرعه يتحيدوا ليه هادو ديال الثلج بلا ما تاثروا فيه، لان كيتحيدوا انتما ولكن راه ما كيبانش، غير نسدو باش بسرعه يتفك لينا هاد الثلج هذا. وهنا اخواتي من بعد ما نقيتو كله ومسحته وعقمته بالخل، رديت هذوك الاشياء قبل ما يذوبوا، وهذوك بالنسبه لهذوك جوج بواطات راه فيهم الحلوه، يعني وحده فيها المعلكه والاخرى فيها البريوات، صوبت واحد الكوموند وبقاو ليا شي وحدين وحطيتهم فيها تما. صافي كلشي رديته داك بالنسبه لهذا القديد هذا ما درتوش في بواطه، صافي خليته في هذا الصاك وجمعته. صافي هنا راني نظمته وخويته، لان المجمد ديالي راه كبير، الاخوات اللي كيسولوا على شحال فيه من لتر، راه فيه 400 لتر، هذا راه الحجم الكبير كاع اللي كيكون عند صحاب المحلات. علاش خديته كبير؟ لان كيف ما كتعرفوا كنشري زنجلان بالكثره، وكنشري اللوز بالكثره، وكلشي كنستعمل المجمد. بعد ما نظفته ورتبت فيه هذه الاشياء اللي بقاو، وحيدت داكشي اللي ما صالحش وداكشي اللي قديم، هنا ان شاء الله في الايام المقبله غادي نشارك معكم وصفات وتحضيرات ديال المجمد اللي غادي تربحوا الا درتوه، تربحوا الوقت ديالكم وتستغلوا احسن استغلال. غادي نحيد هذا حيت ملي كنخدم انتما شفتوا هذا السداري هو فاش كنخدم الحلوه ضروري خصني نغسلو. وبغيت نجاوب واحد الاخت سولاتني، كانت كتبات التعليق ما شفتوش، عاود كتباتو المره الثانيه، بغات طريقه باش تعالج التسوس ديال الخشب اولا ديال السدادر. هذا المشكل بزاف كيصادفوه بزاف الاخوات،
مهم هنا غادي نحيد هذا خصو يتصبب، والحقيقه هذا السداري هذا فعلي بزاف، لان الخدمه بالوقت راه صعيبه باش تبقاو واقفين وكتخدموا. البنات اللي كيخدموا الحلوه ما بقاش تخدموا نتوما واقفين، لان غادي تهلكوا غير الصحه ديالكم. بالنسبه انا السداري ديالي باقي جديد، ما فيه لا مشكل ولا تسوس. كنظن الرطوبه هي اللي كتسبب ديك السوسه ديال الخشب، الله اعلم، لان هنا قليل فاش كيوقع هنا السداد، راه كيبقاو عند الناس سنين طويله. المهم غادي نشارك معكم واحد الطريقه، انتم شوفوا شنو كاين تحت منه، حيت واخا نشطب هاد البلاصه هنا كندخلوا داكشي ديال الفتات العجين. ضروري ضروري تيق هادشي ملي كتكملوا الخدمات الحلوه، راه فيها بزاف ديال التكرفيس فيها روينه، ولكن الحمد لله كنصح بزاف الاخوات اللي غير جالسين ما كيديروا والو، يشوفوا اي حاجه كيعرفوا ليها ويشتغلوا فيها. يا اختي بالنسبه للسداري غادي نعطيك الطريقه القديمه اللي كانوا كيديروا والدينا باش يحيدوا السوسه من الخشب، يعني من هذا المكان اللي كتشد فيه السوسه هنا كيبقى كيتفتت، وهي قالت لي انا ما مستعداش حاليا نبدلو، خصها شي حل باش تحيد هذا التسوس اللي كيكون اولا ديك التونيه اللي كتاكل الخشب. الطريقه ديال زمان اللي كانوا كيديروا والدينا وناجحه 100% الا رديتوا البال في هذوك الديور ديال العواد، داك الخشب باش مسقفين مره مره كيبقى يتساس، ولا المهم كيوقع فيه شي مشكل، باش كانوا كيتداركوا الموقف الجير. الجير كياخذوه وكيبيتوه في الماء، وكتعرفوا الجير فيه داير بحال الشب ولا، وكيصبغوا دوك العواد اللي كانوا زمان دوك الديور ديال الطين. حنايا ما غاديش نصبغوا الصداري من الداخل، ولكن غادي نعطيها للاخت، غادي نعطيك واحد الفكره ناجحه 100%. غادي تجيبي الجير، ضروري الجير ديال العبار، واحد نص كيلو مثلا ولا، وديريه في الماء وتزيدي عليه الماء وتخليه حتى كيطلق واحد الماء صفر للفوق، داك الماء اللي كيكون ما فيهش اللون، الجير كيهبط لتحت وداك الماء كيكون صفر، ولا رديتو البال راه كيدير واحد القشره بحال الملحيه بصح فوق منه ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كتحاولي تهزي داك الماء ديال الجير كله صافي، ما تهزيش، حاولي ما تخلطيش هكا من بعد ما يبات، الا خلطتي راه كيعطيك صباغه، يعطيك داك اللون الابيض، وحنا ما بغيناش اللون الابيض. غادي تهزي داك الماء ديال الجير اختي، وغادي تهزي البانسو وانت كدوزي الماء، راه ما فيه حتى لون، يعني ما غاديش ياثر لك في الخشب ديال كما بغاو يكون، تحت الطبله تحت الكراسه تحت السداده اي بلاصه فيها داك التسوس ديال الخشب، كتبقاي كدوزي بالجير وطلعيه مثلا للشمس ولا شي بلاصه كيفاش يتهوى، وتعاودي الى كلش ثاني نهار حتى واحد جوج مرات ولا ثلاثه، وردي عليا الخبر. ما كتبقاش السوسه في هذاك الخشب، لانها فعلا طريقه ناجحه 100%. ممكن ديروها لتحت ديال الباب، الناس اللي كيتسوس ليهم لتحت ديال الباب، سداد طبالي كراسه اي حاجه فيها السوسه لداخل هنايا، كتاخذوا داك الماء ديال الجير وكدوزوا ليها الطانسو، وهذه راه احسن تدبيره ولا احسن حيله باش تحاربوا التسوس ديال الخشب كما بغاو يكون. ونتمنى الاخت تجربها وتعاود تكتب في التعاليق النتيجه اللي لقات. غادي تمسح داك المكان كله اللي مسوس، اكيد كتلقاوه بحال الغبره ديال الطحين ولا، غادي تمسحي داكشي كله ودوزي عليه التنسو بالماء ديال الجير. ما تاخديش، انا كنأكد عليك ما تخلطيش وتاخدي الجير، هكا يعطيك ديك الصباغه بيضاء. الماء ديال الجير ودوزي الخشب ديالك فين ما شتي السوسه، دوزي من الداخل ان شاء الله غادي تحيد بحال ما عمرها كانت. صافي هذا هو الحل الفعال والحل اللي مجرب، يعني مجربينه وعارفه النتيجه ديالو. هذا هو الجواب ديالي الاخت اللي سولتني على حساب السداري، وكنعتذر الا ما جاوبتكش المره اللي فاتت، لان ما شفتش التعاليق بعض المرات ملي كنكون خدامه شي كوموند ولا بحال داك الوقت كنت مسافره، ما كنقراش بزاف التعاليق، وسمحوا لي بزاف لان كتعطوني من وقتكم وكتكتبوا لي تعليق، وبعض المرات الغالب الله ما كنلقاش هكا باش نجاوب الاخوات. هاد التدبيره عطيتها خصوصا للاخت اللي سولتني، وندوز معكم البقيات او التتمه ديال الفيديو. بعد ما حيدت طلنت لهداك السداري، حتى هاد الطبله هادي هي علاش كنخدم، ضروري نضفها. اي حاجه استعملتوها للحلوه خصوصا هادشي ديال الزبده وهاد اللي دام هادشي، انا كيعجبني نخدم على الطبله مباشره، ما كنبغيش ندير القلب، لان كيخص الا درت ليها الميكا بزاف اللي خصني باش عاوتاني نحيدها، ولا خص ضروري نحيد الميكا، يعني كنخدم هكا الصباغه ديالها راه لاصقه ونوعيه جيده، يعني ما كتطلق ما والو، هانتوما شفتوها راه سنين وانا خدامه فيها، والحمد لله. ملي كنبغي نقطع الفقاس هكا باش ما تجرحوش الطبله، كديروا ديك القطاعه ولا ديك الدراده باش تحاولوا هنا المكان اللي كتشتغلوا فيه. صافي غادي نمسحها مزيان، نحيد منها هذا الصابون. الطاوط هما في البلاكار لتحت كلهم غسلتهم، كل شيء نقي، باش الا عاوتاني كاينه كوموند اخرى ولا خدمه اخرى راه
خص ضروري كلشي يكون نقي، وهاديك الطحانة باش كنطحن العقدة وداكشي ديال الحلوة.